وسط احتفالية بهيجة أحيتها لجنة التكريم الأهلية بالقطيف، عاشت القطيف وضيوفها الكرام من داخل وخارج المملكة ليلة من أجمل لياليها، فاجتمع الحب والتقدير والوفاء ليكرم 13 مبدعا ومبدعة من أبنائها وبناتها. أبدعوا ولا يزالون يبدعون في مختلف المنجزات الوطنية التي تمت على أيديهم وتخطت المستوى المحلي إلى العالمي. تأكيد شعور مختلف تماما أن يكرم الإنسان في وطنه وفي حياته. يعني الحقيقة الليلة فرحة لا توصف. هذا الإنجاز وهذا يعني الحضور الذي مضى أن يتوج في هذه الليلة بحفل تكريم لجنة القطيف الأهلية للتكريم. هذا التكريم له معنى، هو حصيلة عطاء داخل وخارج المملكة. هل التكريم هذا هي لمسة وفاء من هؤلاء الناس وتقدير لي، ويحملني هذه التكريم يحملني مسؤولية أكثر، وإن شاء الله أكون ابنهم الوفي وابنهم البار اللي أعطي من كل قلبي وأكون يعني خير سفير لهم. التكريم لفتة إنسانية عظيمة نحو المكرمين والمكرمات، يساهم بكل تأكيد في دعم كل مبدع ومبدعة، ويشجع على الاستمرار في بذل الأفضل، كما يشجع الآخرين على الالتحاق بركبهم. وما أجمل التنوع في الإبداع، حيث الإبداع في المجال العلمي والإنساني والفني والاختراع. فها هو المهندس يقف إلى جوار الفنان، والفنان إلى جوار المخترع، في تلاحم اجتماعي وطني مشرف ومشرق. أبرز الإنجازات التي قدمها هؤلاء المبدعون والمبدعات. حقيقة أنا زي ما قلت في الكلمة الخاطرة لأحمد الله أنها أعجبت الناس، لأنها كانت كلمة نابعة من القلب للقلب، إنه تكريم أهل القطيف لأبنائهم ودعوتنا لحضور هذا التكريم هو شرف لنا احنا المدعوين وتكريم. ولهذا أنا أعجبني هذا الحشد الكبير من أهل القطيف ومن أبنائهم ومن مبدعينهم ومن شبابهم، وهذا التنظيم الرائع، وهذه الوجوه الطيبة السافرة الباسمة البسيطة اللي تشعرك بالحيوية وبالحياة وبالعمل المتقن المبدع بدون ضجيج وبدون استفزاز. وأنا لعلمك هذه أول مرة في حياتي أزور القطيف، وربما ثالث مرة أزور المنطقة الشرقية على عجل، فأنا صراحة سعيد جدا. وكل ما أريد أن أقوله أو ما كنت أود أن أقوله هو ما قلت في خاطرتي اللي أتمنى أن الناس تعيد قراءتها من جديد. أنا كرمت على مسابقة مايكل، جائزة المركز الأول لمسابقة مايكروسوفت إيماجين كاب، عبارة عن برنامج حاسب آلي يقوم بترجمة النصوص إلى لغة الإشارة للصم. البرنامج يتميز بقدرته على إمكانية أنه يترجم أكثر من لغة، يدعم اللغة العربية وممكن يدعم أكثر من لغة. سعادة المكرمين والمكرمات لا توصف، وهم يرون الاحتفاء بهم في وطنهم، فللتكريم والتقدير هنا طعم آخر أجمل رغم التكريم الذي نالوه خارج الوطن، إلا أن الفرحة التي عاشوها بين أهلهم وذويهم لا تعدلها فرحة أخرى. والمكسب الآن ليس لهم فحسب، بل المكسب للوطن. والقطيف الإبنة البارة بوطنها لم تنسى أبناء الوطن. إنجازهم وإبداعهم كان نتيجة لعمل دؤوب مستمر أثمر على تكريم عالمي، وتلفت الأهالي لأن يجب أن يكون هناك تكريم محلي ليكون حافز للآخرين ليحذوا حذوهم ويكونوا قدوة للآخرين. والمجتمعات الحية هي التي تكرم مبدعيها. الحمد لله أنا كرمت في برا المملكة في أماكن عديدة، لكن التكريم هذا بين وطني وبين أهلي يختلف جديد، يختلف بشكل كبير عن له التكريمات الثانية. بإنجازات تسجل باسم وطننا الغالي، يحق للقطيف أن تفخر بأبنائها المبدعين، فبإنجازاتهم القطيف عالمية الإبداع. لبرنامج صباح الثقافية، محمد الثويمر، القطيف.